الإنسان على الأرض أول ما ابتدى انقتل قدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان صفك وينصرك ويكون لك ولا يكون إنسان والله ما كانت الورقة لي. أيوة طارت الورقة من عند واحدة من زميلاتش ونزلت على الطاولة. أنتي تكذبي وأنا أعرف هذا لأنش أساساً يا رحمة ما تذاكري. قسماً أنك تعرف إيش بتقولي لهذا الكلام. عقب إيش؟ بغيتيني أقولش مبروك على السقوط في مادة؟ أنتي ليش ما حاسة بالظروف اللي نحن فيها؟ يا رحمة أنا أريدش تخلصي عشان تساعديني. وليش أكمل؟ أنا ما أريد، أنا ممكن أشتغل مثلي مثلش. غبية، أنا عندي دبلوم وهذه شغلتي. خبريني يا رحمة وانتي في هذا السن ايش راح تشتغلي؟ اي شيء، في بنات في سن مدبرات امورهن. مدبرات امورهن؟ انتي على ويش ناوية؟ خبريني. والله ما ناوية على شيء. رحمة مدام قدمتي الحلفة يعني اكيد في شيء في بالش. سمعيني زين، البنات اللي انتي تعرفيهم تنسيهم وتنتبهي بس لمذاكرتش، سمعتيني؟ طيب طيب تسمعيني؟ ما اريد اسمع منك ولا شيء.
انت تسمعي الكلام وتنفيه وتقولي حاضر. جالسه تتأمر علي ليش تصرفي علي ما كذا؟ على بالش بهالطريقة انا بسمع كلامك. انا ممكن اقول لك حاضر وما اسوي شيء من اللي تقولي، كل يوم تكوني قاسية علينا. مجنونة اذا تفكري بهذه الطريقة. تعرفي اني انا ابديش عن نفسي في كل شيء، في المصروف واللبس واي شيء انت تريديه. تلوميني لاني خايفة عليش واريد ليش الاحسن؟ انا اسفة هند، اوعدش اني بذاكر. خلاص عاد قولي لي منش الورقة. انا فعلا قسيت على راشد هذه المرة، يوم عن يوم يضيق صدري وأقدر أتمالك أعصابي. يا رب ما يصير في شيء وأكون أنا السبب. الباقية في هالعائلة. ها كيف ابوي الحين عمتي وهد؟ هذا هو قدامك مثل ما تشوف. اللي يشوف دموعك الحين ما يقول انك انت اللي تشاديتي معاه في الكلام و شداد. ودر عنك هالكلام، ما ظنك تعز ابوك اكثر مني. عموما ما وقت هذا الكلام الحين. ماجدة شكلك تعبانة، روحي البيت. ترى الحمد لله ابونا بخير. الوالد ان شاء الله بيكون بخير، بس ما في داعي لهذا الاهتمام المفاجئ. اهلا، تفضل عمي تفضل. وعد ما اقدر، طلع برا شويه. يا اخي بحقك يظلمك. بعد ما انتبه سألت عنه الدكتور وطمني، قال تنبه مرة واحدة والحمد لله طلع من الأزمة. عمي ما فكرت في موضوع العمارة؟ سبق وقلت لك الشغل كثير ولا تستعجل على رزقك. بس مكتبي موجود، ولو تأجرت العمارة عن طريق مكتبي بستفيد، وصدقني النسبة بتكون أقل. الطيور على أشكالها، ما أظن هالمكان مناسب علشان تتكلموا عن تجارتكم. ما سمعتيني أقول لك خرج أنتي وماجدة برا؟ سمعتك، وما بخرج لما تخرجوا أنتوا أول، مدام هذه حالتكم. أنا وين؟ سلامتك يا أخوي، سلامتك ما تشوف شر. أنت بخير الحين؟ بخير الحمد لله. تحس نفسك أحسن؟ بخير. زايد وشلتنا عليك يا رجال، يلا شد حيلك، ما فيك إلا العافية. سلامتك بقى، ما تعرف كيف قلقنا عليك. والله والله سمحوا لي كلكم، ما كان قصدي أتعبكم معي.
راشد أرجوك ريح نفسك من الكلام، ارتاح الحين يا أخوي. وعد. سامحني يا راشد، صدقني ما كان قصدي. أنت تعرف حالتي لما أعصب ما أعرف إيش أقول. سامحني يا راشد. مسموحة. زايد. أسمعك أسمعك يا راشد. أريد في اتصل بأخونا ماجد. وش اللي ذكرك بذاك المنحوس الحين؟ أرجوك يا زايد، لو يكون هذا آخر طلب أطلبه منك. أريد أشوف ماجد قبل لا أموت. لا تجلسوا ساكتين، ردوا علي. ما يصير خاطرك إلا طيب، أنت ارتاح الحين. أنا ما برتاح إلا لما أشوف ماجد. زايد. خلاص يا أبو جداد، بندور عليه، لكن على الله نحصله بوافقيه. تراكم تعرفوا كيف يفكر. لا 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 لا، ما أقول لو عرف أني على هذه الحالة بيجي بينسى كل شيء وبيجي. شداد يا ولدي. معك معك يا أبوي، اطمن. اللي يطمني وجود عمك ماجد، ما بقى من العمر شيء. لا تقول هالكلام يا أخوي، تحسسني بغلطتي معك. كيف يعني؟ بنقلبها مناحة؟ يلا تحركوا كل واحد يشوف شغله، وأنا مثل ما وعدتك يا راشد بندور عليه وبنجيبه. بنجيبه لما يشيب الغراب. ايش عندك يا زايد؟ انتظر ردك. ما تعرفي تردي ولا بعدك صغيرة على الرد؟ صح، كنت يوم من الأيام صغيرة على الرد عليك. ويوم رديتي رميتي أخوك راشد ذيك الرمية. الله أعلم من اللي رماه منه، أنا ولا أنت. أنا لما سمعت ذاك الكلام ولا أنت اللي معيشنا في القهر طول عمره. خلاص، ما له داعي هذا الكلام. ها ايش رايك الحين، ندور على ماجد ولا لا؟ لا تهربي، ردي علي بالاول. انت تعرف زين اني اطيق الموت ولا اشوفه. عقب ننسى طلب راشد. راشد عمره ما طلب منه شيء لنفسه، اكيد هو حاسب وجود. موجود من؟ موجود ماجد، اسمه ماجد. ما هي هذه رغبة راشد؟ خلاص، إذا لازم ننفذها. لازم؟
لازم هذه أنا اللي أقررها، أنا اللي أفرضها في الوقت اللي أنا أريده. انتوا بعدكم ما نمتوا؟ يعني كل يوم على هذا الحالة؟ يلا روحوا غرفتكم وناموا. كل يوم تخلونا ننام، ودي وابوي ما تناموا. لازم ننام الوقت، نحن اطفال. والله انت طفلة، انا كبير الحين. يلا الكبير، روحوا غرفتك ناموا. يلا يلا ماما ريان يلا. سالفة كل يوم. عمي راشد اريد اشوف عمي ماجد. عندي خبر. انسي الموضوع. شداد هذاك ابوك وهذيك رغبته. انا ما يهمني اذا عمي ماجد رجع ولا لا. ايش يعني؟ ما فهمتك. انا اللي مستغرب منه انه هم الثلاثة كلهم ما يريدوا يشوفوه، واذا شافوه كيف بيتعاملوا معه؟ كيف بعد كل سنوات القطيعة هذه؟ في النهاية هم اخوة، ابوك راشد وابوي زايد وعمتي وعدو عمي ماجد اخوة مهما صار بينهم. هذا كلام العاطفة والواقع غير كذا. طيب خلينا في الواقع اللي يريده أبوك وتحرك. أتحرك؟ أودر شغلي وتجارتي وأدور على واحد منقطع صار له سنين؟ طبعا لا. يعني إيش؟ شوفي صدقيني، هذا كلام العاطفة. أبوي جالس يقول كذا لأنه مريض، ولما يخف بينسى. انت لا تشغلي بالك، سيري نامي. برودك هذا ما يعجبني يا قيصر. امي وايش تريدين اقول لك؟ كل شيء عن ابوك، مشاويره، الشغل كيف ماشي عنده، طلعات، اي شيء اي شيء اي شيء. هذاك ابوي عندك؟ روحي سالي. اكيد صاير شيء وما تريد تقول لي. ايوه صح، نسيت اقول لك ان عمي راشد قالهم يدوروا على عمي ماجد. قيصر لا تجلس تذاك على امك، انت تعرف انا ما يهمني اسمع اخبار اي حد غير ابوك. يلا تكلم. صدقيني ما في شيء جديد. كذاك زين يا قيصر. اقول قيصر، متى اخر مره شفت فيها ماجده؟ ماجده؟ ايوه ماجده، الحلوه الهاديه الحبوبه الطيوبه. صدق يا قيصر اني احب البنت هذه كثير. وبتكلم يا ابوي علشان يزوجني اياها؟ شوي 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 على نفسك يا قيصر. ما ارجوش ساعديني. اساعدك
بشرط تساعدني انت الاول. ها؟ كيف يعني؟ يعني كل صغيرة وكبيرة عن أبوك أعرفها. الحين إيش المطلوب يا هند؟ أستاذة رضية، أتوقع إني أنا خبرتك عن ظروفنا قبل، ورحمة وعدتني إنها بتذاكر و... أنا مقدرة كل كلامك يا هند، بس المفروض إن الظروف القاسية تصنع من الإنسان قوة يواجه بها مصاعب الحياة، ما العكس. هذه هي قدامك وسوي فيها اللي تريديه، بس أرجوكي أنك تساعديها. أنا مستغربة من أسلوب كلامك، وكأن إحنا متعمدين نعاقبها. يا هند، رحمة غلطت وهي عارفة نفسها إنها غلطانة، والمفروض إنها تلتزم وما تعيدها. أنا صحيح متعودة أحلف، بس وربي الحين أحلف صدق والله ما كررها. طيب وانت ايش مزعلنك من كلامها؟ تقول انها ما بتساعدها، ما بتقدر، ما لها داعي اصلا ذيك الفلسفة على الفاضي. اذا انت وتقولي كذا عايل اختك رحمة ايش ممكن تقول؟ ثريا سكري على هذه السالفة. هذه السالفة انت اللي فتحتيها، واذا ما تريدي تسمعي غير رايك فمن البداية لا تفتحي الموضوع. ماجدة، ما اخفي عليك ابوك وصل لمرحلة زرع كده من جديد. حتى عمليات الغسيل ما منها فايدة الحين؟ هذه اللي كانت أمامنا وخذت وقتها. المشكلة إن أبوك في هذه الفترة عنده عامل نفسي مأثر على استجابته للعلاج. أيوة، يريد يشوف عمي ماجد اللي الكل ما يعرف عنه شيء. ماجد؟ هذا يعني أبوك سماك على اسمه؟ ما أعرف، بس اللي أعرفه إنه قبل ما يختفي كانت بينهم خلافات كثيرة. نواف أرجوك تعملوا لي فحوصات مرة ثانية، أنا مستعدة أعطي كليتي. الله على قلبك يا ماجد، أنت من الأساس ما عندك غير كلية واحدة. إنزين نسافروا للخارج مرة ثانية. قصدك مرة ثالثة؟ باب التجريب انتهى. بعدين حتى لو سافر وعمل عملية نقل الكلية ونجح، إيش اللي يضمن أن جسمه يتقبلها ولا يرفضها مثل ما صار قبل؟ حيرتني أكثر يا نواف. صدقيني حاسس بهمك، بس الكلية الأصلح هي كلية القريب. الكل قريب من أبوي بعيد، بس أنا ما بسكي. عن إذنك يا دكتور. قلب تمنى وانجرى. أنت أكيد جنيتي. جنيت لأن أقول لك إنه أبوي اللي هو أخوك بيروح فيها لو ما ساعدته بكليتك. الأعمار بدين الله. وبعدين انت ايش دراكي ان لو سوينا العملية ونحن في هذا العمر ما نموت فيها نحن الاثنين؟ قل انك خايف على عمرك. ماجدة، ابوي طول عمره معكم، عمره ما خالفكم في شيء، والحين هو في اشد حالات مرضه، الكل قاعد يشوف عليه ببرود. لانكم انانيين. قليلة أدب. ما ناخذ منكم إلا الصفعات. بدل لا تجيوا تطلبي مني أنا هذا الطلب، طلبي من أخو الشداد. جه مطول بعرض وذاك أبوه، يعني ما في شيء يمنعه. ليش ساكتة وتشوفي عليك ذاك؟ الحين من الأناني؟ أنا ولا أخو الشداد؟ أنا؟ أنت تعرفي رأيي في هذا الموضوع. هذا أبوك يا شداد، أبونا يا أخوي. اهدي يا ماجدة، معزة أبونا وخوفي عليه كبيرة، لكن بعده فيها. لكن أقول لك أبونا بيموت. الله لا قال يا أختي. خلي أملش في الأكبر. أنت خايف على نفسك؟ لا أبونا. إذا أنت ما تحس بأبوك وألمه في إيدك تساعد وترفض، في إيدك تعطي الأمل بالحياة وتبخل. ليش يا شداد ليش؟
ماجدة، ماجدة ماجدة. أنا مستعد أسفره على حسابي للمكان اللي ممكن يتعالج فيه. مستعد أروح معاه وأترك كل شغل. مستعد أشوف له متبرع بكامل صحته وعافيته. مستعد؟ مستعد مستعد مستعد. مجرد كلام. على إيش مستعد ها؟ للأسف يا أخوي. أنت ما مستعد على أي شيء. الحين عرفت ليش أبوي مصر يشوف عمي ماجد. ما عندي غير هذا الحل. هلا حبيبتي هلا. أهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ربي. شو أخبارك؟ الحمد لله حبيبتي. إن شاء الله ما تأخرت عليكم. لا ما تأخرتي، الحين بعدهم بادين بالمشويات وما بتصدقي يا رقي إيش صاير أصلاً. إيش اللي صاير؟ الحاج بروحه مستلم. أحيد هذه مهمة زوجك محفوظ. أقول يا أخوي محفوظ إلى متى بتظلي زعلانة منه؟ إلينا أتأكد أنه بطل كذب وعيار. يا رب. عمي ترى جانا. لحظة حبيبي لحظة تو بيجهز. أولادي جوعانين عاد. تعب نفسك الحاج. لا أنت بس شوفوا كل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بالغالي هلا. أشوفك رجعت لعوايدك القديمة. بعدك ما فاتك الكثير. على الله بس الأطفال ما ضايقوك بشيء. أنا بنفسي طالب منهم فرحان بيهم اليوم. من زمان ما وقفت هذه الوقفة. كلامك صحيح. آخر مرة كان من 3 سنوات مع زايد. وزايد شو أخباره الحين؟ يعني مجرد سؤال. الظاهر إنك ما تريدي تنسيه. عيني بكت حزن وفراح. عنك ما اقتنعتي؟ ليش كل شيء تريد له تفسير؟ لاني رقية بنت حبيب ما نعيم الجاهلة. انتينكم العن من بعض. انتبه لكلامك، انت ما بوعيك. لازم تفهمي يا بنت حبيب ان فترة وجودك معي مرتبطة بفترة وجود الحاجة في منصبك. كنت متوقع ان طلاقك بيصير، بس ما كنت متوقع بهاي السرعة. ممكن نغير الموضوع يا الحاج؟ هذا الموضوع بيتغير، لكن انا متأكد ان تأثرك من سبب طلاقك من زايد هو اللي ما بيتغير. انا بعدني اتذكر ايش سوى لما بغى يتزوجك، وما انسى ابدا انتي رفضتي من ومن علشان توافقي عليه. انسي يا بنت امي انسي، تعالي نشارك الاولاد فرحتهم. تعالي. Thank you.
أكيد أنا في حلم ولا في علم؟ في الحلم أو العلم فأنا واحد. ماجد أخوك. آه يا ماجد، طولت الغيبة بعيد في الغربة. أحيانا تكون الغربة في الوطن يا أخوي، وتكون غربة مرة ما تنطق. أنا فرحان أني شفتك، ولو أني ما قادر أقوم أحضنك. درك حضني بيدك، هذا الدفء والحرارة اللي في كفك أجمل حضن. شكلك تريد نام. نام يا أخوي نام. هاي لنا بسري الأول، أول ما أصحى أشوفه قدامي ونام. بسري أشوفه قدامي أول ما أصحى. إنسان بعدك نايم؟ ليش ما حسيت بغلاوتك في قلبي لهالمرة؟ سلامتك يا أخوي، ما تشوف الشر. وعد وين؟ أنا جنبك يا أخوي، أمرني على إيش تدور؟ أدور على ماجد، كان هنا. بعدنا ندور عليه، تطمن نحصله قريب إن شاء الله. ماجد كان هنا، كان يكلمني قبل أنا. لا يا راشد، أنت أكيد دهمان. معقولة كل هذا الكلام كان حلم، مجرد حلم؟ لا يا وعد، لا، ما كان حلم. أنت بس لأنك تريد تشوفه وتفكر في الموضوع باستمرار، هذا اللي خلاك تحلم وتتوهم أنك شفته. لا، لمست يديه، هي ما كانت حلم. ونبرة صوته اللي كلها أمان ما كانت وهم. تتذكري يا وعد؟ راشد راشد راشد، ايش فيك راشد؟ ليش أنا كذا؟ إيش بيقول عني إذا طلبت؟ يا ترى إيش اللي ذكرها فيني هذه؟ مرحبا رقية، عساك بخير يا زايد. أنا بعدني بخير، بس يعتمد على الكلام اللي بتقوليه. خير؟ أظن إن ما جاك مني إلا كل الخير. بعدني أنتظر كلامك.
حبيت أقول لك كل عام وأنت بخير، لأن اليوم عيد ميلادك. ما حد يتذكر عيد ميلادي غيرك يا رقية. ليش؟ كل اللي حواليك ما ذكروك؟ أحلى سنوات عمري كانت معك، ورغم حبي لك خفت على نفسي منك، لكنك وعدتيني، واتصالك هذا يعني إنك بعدك على وعدك يا رقية. ليش كلمته وهو ما قدر كل ذاك الحب؟ أنا ما فكرت أعيش إلا معه. ويا ريت، يا ريت أيامي كانت كما حلمتها. ومع هذا بعدني أسأل عنه، شكلي جرسة عاند نفسي. طيب ليش أعاقب رضية بسببه؟ وهي كانت أقرب الناس لي. انتي بعدش ما نمتي يا بنتي، الوقت متأخر. كيف تريدين الكهرباء والماي تليفون والإنترنت واصلين 185 ريال؟ صدقي وحسب حساب ملابس خواتك في الخياط بعد، والبترول وتصليح السيارة. إيش ما تريديني أضايق؟ لا تضايقي يا بنتي، وبعدني أقول لك فرق الله قريب. تبتسمي؟ تصدقي أحياناً ابتسامتش هذه اللي ما تفارق وجهش تستفزني؟ وش حيرة الفقير غير الابتسامة؟ والتفكير والهم ما يجيب غير عوار القلب؟ يا أمي صايرة تتفلسفي مثل الأخت رضية. أختك ما ينفع معاها غير الكلام اللي قالته، وجزاها الله ألف خير. أمي أنتي روحي شوفيها وبتعرفي. عندك اختبار بكرة؟ لا بعد بكرة. بغيتي أسوي الشيء؟ لا لا أبدا، بس حبيت أطمن عليش. طمني، ما بسبب لش إحراج من بعد اليوم. أنا متأكدة من هذا. كيف ما وقت النوم؟ نص ساعة بس. فكرت في موضوع ماجدة بنت أخوك؟ دخلي بالموضوع اللي براسك، إيش بغيتك؟ أسألك عن الشقة اللي مستأجرها من كم من يوم؟ إيش؟ وأنت كيف عرفتي؟ أخ قيصر. ما عرفت من قيصر يا زايد، لكن كلامك هذا ما يمنعني من معاقبته. امنع نفسك من نفسك بالأول. أنا ما صدقت إنك تنصد عن أخت الحاج، ما تعيش زمانك وزمان غيرك. حالي أنا هذا الكلام؟ زين يا نعيمة، براويش أنت ولدش الحبوب. بالأول كنت ماخذ هذه الشقة لراحتي، لكن الحين بخليها حشقاش